واحدة زبيدة عسول اللي جات تقدم تعازي لعائلة الشهيد المرحوم جمال بن اسماعيل. الواجب أكيد يقول هاد الشيء. كيفاش لقيتيهم؟ الحاجة الأولى احنا جينا هنا باش أولا نقدموا التعازي لعائلة بن اسماعيل إثر هذا الوفاة تاعو الكارثية. الحقيقة جريمة شنعة وتنكيل وشيء غير مقبول، ما تقبلوش الإنسانية وما تقبلوش الضمير. جينا قدمنا العزاء والمواساة أول حاجة من جانب إنساني وجانب تضامني. الحاجة الثانية، الرسالة الثانية، أن لقينا الأهل تاعو حقيقة صابرين صبر كبير. أنا شفت الوالدة تاعو وعماته يعني كل العائلة تاعو، وشفت ثاني باباه وتكلمت معاه مطولا. نقدر نقولوا باللي عندهم صبر، حقيقة صبر أيوب، فعلا إنسان صبر وحكمة. كذلك شفنا اليوم باللي باباه غلب الوحدة الوطنية وتفادي الفتنة في البلاد وعدم استغلال هذه الجريمة الخطيرة في القرن 21، ولكن مع ذلك غلب مصلحة الجزائر ووحدة الجزائر على الحرقة والنار اللي راهي شاعلة في قلبه إثر هذه الوفاة تاع وليده. والحاجة الثالثة أننا نقولوا باللي الشيء اللي نتمناه أنه العدالة تكشف على كل من خطط ودبر ونفذ من قريب أو من بعيد هذه الجريمة، لأنه الناس هذو اللي دار هذه العملية لازم حقيقة يتكشفوا للرأي العام الوطني وحتى الدولي باش نخرجوا منطقة القبائل من هذا ربما التهمة اللي تحوم حولها، ونفرقوا بين الناس المجرمين اللي قاموا بهذا الجريمة الشنعة ومنطقة قبائل فيها سكان مع الوحدة الوطنية ومع وحدة الجزائر. دونك هذه هي الرسائل الثلاثة اللي احنا تمنينا اليوم نجي ونتقاسموها مع أهل الضحية المغفور له ربي يرحمه جمال. أيضا زبيدة عسون، ننتهزوا الفرصة اليوم أيضا مصالح الأمن تقول باللي يعثروا على الهاتف تاعو يعني استرجعوه، ويقولوا أنه لقاو معلومات خطيرة، يعني أنه حتى باعترافات الموقوفين أنه هادو شبكة قال لك إجرامية ماهيش يعني. هذا هو الشيء احنا اللي نتمناوه، هو انه التحقيقات تتعمق، ما تكونش تحقيقات سطحيه، وتتعمق الى انها تجبد حقيقه كل من دبر وكل من اراد للجزائر انها تدخل في دوامه اخرى نحن في غنى عنها. دونك هذا الشيء اللي نتمناه انا كمحاميه كسياسيه، هو انه مصالح الامن وكذلك القضاء ان يذهب في عمق هذه القضيه حتى نعرف الحقيقه، لان الشعب الجزائري كامل هذا الجريمة هذه ما قاستش فقط عائلة بن اسماعيل، قاست كل الشعب الجزائري، قاست كل الضمير الحي في هذه البلاد، وقاست أيضا كل الناس اللي راهي تبني باش تبني دولة موحدة، دولة قوية، دولة ذات سيادة، ودولة كذلك دولة قانون اللي ماشي الإنسان يدير العدالة تاعو بروحه، لأنه هذا يسمى قانون الغاب، ونحن في غنى عن أننا نرجع إلى قانون الغاب. لابد بنا دولة قانون، حتى ولو كان إنسان يرتكب جريمة هناك قضاء، هناك مصالح أمن يجب أن تتحمل مسؤوليتها وأن تظهر الحقيقة للرأي العام.